العاشرة بتوقيت بغداد. أهلا بكم في حصاد الشرقية نيوز، مشاهدينا من لندن نقدمه أنا حسام الطائي وشيرين درويش. أهلا شيرين. الخير حسام، أهلا بكم مشاهدينا الكرام لحصاد الليلة نبدأه بالعناوين. الكاظمي يقدم مرشحه السبعة ونوابه الثلاثة إلى مجلس نواب لنيل الثقة، جلسة مرتقبة السبت لاستكمال التصويت على الكابينة. يبدأ على مستوى الخبراء وينتهي بلقاء القادة. العراق يسمي 20 مفاوضا في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. الكاظمي لذوي شهداء انتفاضة تشرين، دماء أبنائكم لن تذهب سدى، والقانون سيقتص من كل من تورط بدماء العراقيين. هدير انتفاضة ذي قار يقيل 3 مسؤولين في يوم واحد، والحبوب بلا يد لأن الحراك اشتد. ذروة الوباء مستمرة في العراق، 15 وفاة وأكثر من 600 إصابة بالجائحة، وتحذيرات رسمية من انهيار النظام الصحي. البصرة هاي أم الخير، أم النفط، زين، يعني أم الذهب، 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 الكنوز اللي تطلع من جوا القاع، هي أم الفقر، هي أم الجوع، هي أم الجياع. المحافظات تعيش التداعيات، الفقر يقصو على البصرة، وحدود الأنبار مغلقة إداريا، ووليمة كركوك تصيب العشرات. مساء الخير، نبدأ حصاد الليلة من التشكيلة الوزارية، إذ تسلم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة في كابينة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وتضم الترشيحات بحسب الوثيقة التي تسلمتها رئاسة البرلمان كلا من حسن ناظم لوزارة الثقافة، فؤاد حسين لوزارة الخارجية، إيفان فائق لوزارة الهجرة، سلار عبد الستار لوزارة العدل، إحسان عبد الجبار لوزارة النفط، ومحمد عبد الكريم لوزارة الزراعة، وعلاء الجبوري لوزارة التجارة. واختار الكاظمي بحسب الوثيقة 3 من الوزراء الحاليين للعمل بصفة نائب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى منصبه الوزاري، على أن يكون فؤاد حسين نائبا لرئيس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية، وخالد بتال نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات، وعلي عبد الأمير علاوي نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد والطاقة. التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعدد من عوائل الشهداء الذين سقطوا خلال احتجاجات تشرين الماضي، وأكد الكاظمي لذوي الشهداء أن العراق شهد في الجانب الأمني حالات اغتيال واختفاء لمواطنين على يد أطراف مسلحة، وأن العدالة من أجل إحقاق الحق أمر أساسي، لكنها تكتسب صبغة أكثر اتساعاً إذ كان هدفها عدم السماح بتكرار هذه الانتهاكات. وتعهد الكاظمي لعوائل الضحايا بأن دماء أبنائهم لن تذهب سدى، وأن القانون سيقتص من كل من تورط بدم العراقيين. ونوه الكاظمي إلى تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق حول عمليات الاغتيال، وأنه يتابع شخصيا هذه التحقيقات. يبدأ على مستوى الخبراء وينتهي بلقاء القادة. العراق يسمي 20 مفاوضا في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. إذ
إذن إلى الحوار الاستراتيجي المرتقب، حيث بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تيلر الحوار الاستراتيجي المرتقب بين بغداد وواشنطن خلال هذا الشهر والعلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب بيان لرئاسة مجلس النواب، فإن اللقاء بين الحلبوسي وتولر ناقش أيضا سبل دعم الحكومة العراقية الجديدة في المجال الأمني والاقتصادي والثقافي والعلمي وفقا للمصالح المتبادلة بين الطرفين، حيث أكد السفير الأمريكي استعداد بلاده لتقديم الدعم للعراق في المجالات كافة. وأعلن في بغداد عن تسمية 20 موظفا ومستشارا للبدء بالحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وبينهم سفراء عراقيون سابقون. وذكرت مصادر أن الحوار الاستراتيجي الذي يبدأ على مستوى الموظفين عبر دائرة إلكترونية مغلقة سينتقل لاحقا ليكون سياسيا على مستوى قيادات البلدين لبلورة اتفاق جديد لضمان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأشارت المصادر إلى أن الجانب العراقي سيفاوض عبر فريق ضمن اختصاصات منها السياسة والعلاقات الدولية والعسكرية والمالية والتعليم. في هذه الأثناء أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان عن توقيع اتفاقية مع العراق لتصدير الكهرباء على مدى العامين 2020 و2021. ونقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة الإيراني الذي كان في زيارة إلى بغداد على رأس وفد إيراني أن طهران وبغداد قامتا بمراجعة خطة مدتها 3 سنوات لإعادة أعمار قطاع الكهرباء العراقي من جانب القطاع الخاص الإيراني، مضيفا بأن وفدين إيرانيين من الفنيين والخبراء سيزور العراق الأسبوع المقبل لتوقيع عقدين مهمين بشأن تقليص فاقد شبكة الكهرباء وإصلاح معدات الطاقة. وكشف وزير الطاقة الإيراني بحسب رويترز بأن الوفد الإيراني الذي زار بغداد تلقى مدفوعات مستحقة على العراق بقيمة 400 مليون دولار خلال الرحلة، وذلك بالتنسيق مع السفارة الإيرانية في بغداد. ويقول مراقبون أن العراق والولايات المتحدة يتطلعان إلى إعادة هيكلية علاقتيهما من خلال الحوار الاستراتيجي المرتقب هذا الشهر، كونه يعد الأول من نوعه بين البلدين منذ انسحاب الولايات المتحدة من العراق عام 2011. أهم ملامح هذا الحوار والملفت في السياق التقرير التالي. بعدما يربو على 12 عاما من توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية التي حددت أسس التعاون بين الولايات المتحدة والعراق، يستعد الجانبان لإجراء أول حوار استراتيجي شامل الشهر الجاري بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في 7 نيسان الماضي أن بلاده اقترحت حوارا استراتيجيا سيكون الأول لمراجعة كافة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الأمريكية العراقية بما في ذلك الوجود المستقبلي للقوات الأمريكية. وبحسب خبراء فإن الحوار سيشمل 8 ملفات مهمة في اختصاصات السياسة والعلاقات الدولية والعسكرية والمالية، فضلا عن احتواء نفوذ إيران والفصائل الموالية لها، وسيكون على مراحل عدة بإشراف الخارجية الأمريكية. المرحلة الأولى منها تبدأ في 10 حزيران الجاري عبر دائرة متلفزة مغلقة سيشارك الكرد فيه بمراحله المتقدمة بحضور شخصيات سياسية رفيعة. وبحسب المراسل السياسي للشرقية فإنه سيبدأ على مستوى الموظفين ثم يستكمل على المستوى السياسي لاحقا. وبرغم أن الحوار المرتقب يمكن أن يشكل مدخلا لإعادة تقييم العلاقات الأمنية بين البلدين، يؤكد مراقبون أنه من الضروري أن تتجاوز الولايات المتحدة تركيزها السابق على داعش والتحدي الذي تطرحه إيران في الوقت الراهن، كما يجب على الطرفين الاستفادة من فرصة الحوار الجاد والنظر بدلا من ذلك في كيفية قيام الولايات المتحدة والعراق برسم معالم علاقة استراتيجية مستدامة تساعد على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. ويرى
الخبراء أنه حتى لو تمخض الحوار المرتقب عن وضع أسس حقيقية لعلاقات متوازنة بين البلدين، فإن العراق سيظل مطالبا بتحمل المسؤولية الأساسية عن إصلاح عملياته السياسية واقتصاده المتأزم، ويتعين عليه أن يدرك أن المساعدات الخارجية ستكون محدودة في عالم ما بعد كورونا. الكاظمي يقدم مرشحيه السبعة ونوابه الثلاثة إلى مجلس النواب لنيل الثقة، جلسة مرتقبة السبت لاستكمال التصويت على الكابينة. الكاظمي لذوي شهداء انتفاضة تشرين: دماء أبنائكم لن تذهب سدى، والقانون سيقتص من كل من تورط بدماء العراقيين. نفتح هذا الملف للحوار. ينضم إلينا السيد بهاء الأعرجي وهو نائب رئيس الوزراء العراقي السابق. أهلا بكم سيد بهاء. تتجه الأنظار لجلسة السبت لاستكمال الكابينة، برأيكم ما هي فرص النجاح المتوقعة من وجهة نظركم لحكومة الكاظمي، وأن تظهر الكتل هذه المرة داعمة وجادة في بناء دولة بعد العراقيل والتأخير التي شهدناها في الفترة السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا. العراقيين يتذكرون عند التصويت على حكومة الكاظمي قد وعد بأن يقدمها خلال أسبوع استكمال الكابينة الوزارية. هذا التأخير الذي وصل بحدود 4 أسابيع، هذا يعني أن هناك ضغوطات كانت تمارس على السيد الكاظمي من أجل إعادة المحاصصة التي كان. المحاصصة اختلفت في هذه الحكومة عن الحكومات السابقة على اعتبار كما تعرفون الأزمة المالية والركود الاقتصادي وبالتالي قلة العقود. لذلك وجهت أنظار الكتل السياسية أو الصراع قد أوجز على وزارات معينة، وهي وزارات الصحة والوزارات الداخلية والدفاع، والآن على النفط. لأول مرة نسمع أن تشترك كتلتين في أن تكون وزارة نفط فيما بينها، وهذا يعني المهم فيها هي ماذا تستفاد هذه الكتل وليس أن نقدم مرشحا جيدا. أنا باعتقادي جلسة السبت سوف تكون صعبة وصعبة للغاية. كما تعرفون هناك رفض شيعي لترشيح السيد فؤاد حسين إلى وزارة الخارجية، ليس جميعهم وإنما كثير منهم. أنا باعتقادي هذا التصور خاطئ. فؤاد حسين قد نجح في وزارة المالية، ومن يقول أنه قام بتحويل بعض المبالغ، كما تعرفون أن هذه المبالغ لا تحول إلا بموافقة رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء، فبالتالي يستطيع أن يتجاوز صلاحياته. نجح فلنعطيه هذه الفرصة. أعتقد سوف هناك تكون اتفاقات ما بين الكتل أن تصوت على مرشحي مقابل أن أصوت على مرشحك، وبالأخص سوف يكون هذا الأمر ما بين وزارة النفط ووزارة الخارجية. لكن باعتقادي الوضع ليس بسهل، وهناك احتمالات كبيرة بأن يفشل التصويت عليها، وهذا كله يرجع إلى خلفيات الكتل التي لا تريد لهذه الحكومة النجاح بعد أن وجدت السيد رئيس الوزراء جادا في محاربة المحاصصة التي هي أساس الفساد في الدولة العراقية. نعم، أيضا سيد بهاء، يعني من هي الكتل التي لا تريد النجاح لهذه الحكومة وتعارض نجاح هذه الحكومة حاليا؟ يعني هل لك أن تشير إلى هذه الكتل؟ يعني أنا أتكلم لك بصراحة. اليوم العرف الذي جرى بعد 2003 وموضوع توزيع الرئاسة الثلاث بين المكونات، ورئيس الوزراء غالبا ما يكون شيعي، فبالتالي هناك كتلا سياسية شيعية قد استلمت رئاسة الوزراء سابقا، فبالتالي لا تريد الكاظمي أن ينجح حتى لا تظهر عيوبها وفشلها. وكذلك هناك كتل تزايد على السيد الكاظمي من أجل عدم نجاحه حتى تفسح المجال لا في الانتخابات الكاظمي، لأنه لو كاظمي قد نجح فبالتالي سوف يستحوذ بشكل ودي وعاطفي مع الشارع العراقي، وممكن أن يكون مستقبل له في الانتخابات القادمة. هذا واحد. اثنين، كما تعرفون الأزمة المالية، يعني اليوم نحن نتكلم عن أزمة مالية. السيد رئيس الوزراء في الاجتماع السابق قد طرح مسودة ومشروع
لتخفيض الرواتب، ومن ساعتها وكانت هناك مزايدات واتفاقات ما بين الكتل وضغوطات على رئيس الوزراء والبعض خرج الإعلام. هذا هو الوضع الاقتصادي والمالي، لذلك يريدوا أن يركبوا كل فشل الدولة العراقية خلال هذه السنوات السابقة بالسيد رئيس الوزراء. السيد رئيس الوزراء استلم هذا الوضع وهو نتيجة وليس بسبب تصرفاته، وكان بعيد عن الحكومة كما تعرفون. طيب كيف تتوقع المشهد سيد بهاء؟ يعني إذا نالت الحكومة الثقة في جلسة السبت وسارت الأمور بسلاسة كما هو يعني مؤمل، هل تتوقع أن نرى أداء من الكتل تدعم فيه وتؤسس فيه لنظام دولة، أم سنعود دائما لما اعتدنا عليه؟ أنت نائب رئيس وزراء وتعلم تماما عما أتحدث، للمصالح الفئوية الحزبوية يعني الضيقة، كل من يبحث عن مصلحته. يعني أنا أتكلم بصراحة، عندما يكون سيد عندما يكون أي رئيس وزراء مستقل فهذا يعني أنه ضعيف، لأنه لا توجد كتلة تدعمه، فبالتالي سيد رئيس وزراء الكاظمي على الرغم أنه جاد وقوي لكن لا توجد كتلة حقيقية تدعمه. موضوع الآخر في موضوع الحكومة، حقيقة هناك خطأ شاسع. يعني السيد رئيس الوزراء عندما بعث بالأسماء إلى مجلس النواب، لماذا يبعث نائب رئيس الوزراء التصويت على نواب رئيس الوزراء وهم أصلا وصوت عليهم مجلس النواب؟ والكل يتذكر أن السيد علاوي عندما ذهب إلى السعودية العربية قبل أيام وزير المالية ذهب باعتباره نائب رئيس وزراء الشؤون المالية. وليعلم السيد الكاظمي أن الاختصاص هذه اللجان هي من اختصاص مجلس الوزراء. يعني بهاء العرجي في الدورة السابقة عندما كان صوت عليه مجلس الوزراء مجلس النواب نائب رئيس الوزراء، لكن عندما استلمت ملف الطاقة من صوت عليه هو مجلس الوزراء. لذلك خطأ شاسع أن تذهب بنواب رئيس الوزراء إلى هذا الوقت. مسألة سوف يعني تجعل من المشكلة أكبر في مجلس في مجلس النواب. هذا واحد. اثنين، يعني الأزمات الموجودة في العراق وأهمها الأزمة المالية، فأكيد سوف لا نعلق نجاحات كثيرة. البعض يتصور بأن السيد الكاظمي لديه هذه الإمكانيات. السيد الكاظمي من خلال برنامجه، وأنا أقول له من خلال الشاشة الشرقية وقلتها له مباشرة، يا أخي العزيز في ظل هذه الظروف أنا أقدر إمكانياتك ووطنيتك، لكن لا تستطيع أن تعمل شيء، لا تستطيع أن تعمل شيء، عليك أن تذهب باتجاهين. الأول الانتخابات المبكرة، وهذا يجب أن تكون هناك جرأة في حل مجلس النواب، وهو أن يكون من خلالكم وخلال رئاسة الجمهورية. والثاني عادة هيبة الدولة، وهذه لا تحتاج إلى أموال. هيبة الدولة هي ضرب هذه الميليشيات الوقحة كما يقال عليها والتي خارج عن القانون، ومن ثم أن تكون الدولة دولة المواطن، وبالتالي نبتعد هذه العصابات المسلحة أو بعض المسلحين عن السيطرة على المشهد السياسي مستقبلا. نعم، يوم السبت سيكون هناك اجتماع يعني في مجلس النواب حول الدوائر المتعددة، ولكل كتلة يعني وجهة نظر حول هذه الدوائر. هل لك أن تقول لنا سيد بهاء يعني كيف سيكون هذا الاجتماع ووجهات النظر حول هذه الدوائر؟ يعني هذا دليل على عدم جدية الكتل السياسية في أن تكون هناك انتخابات مكررة. الكل يعلم بأن مجلس النواب قد صوت على قانون الانتخابات، وبالتالي الذي مراد منه العمل هو فقط أن يبعث ملحق، وباعتقادي هذا الملحق لا يحتاج إلى تصويت أو مناقشة، يجب أن يكون باتفاقات سياسية. عدم الجدية هي واضحة لحد هذه الساعة، لم يصل هذا المشروع إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة، وهذا يعني سوف يفتح مجددا نقاش قانون الانتخابات، وكل كتلة تطرح ما تريده، خاصة والبعض يعتقد أن التظاهرات قد ضعفت ولا توجد تظاهرات بالشارع العراقي سواء كانت بسبب كورونا أو غيرها أو بسبب تبديل الحكومة، لكن هذا خطأ شاسع. أنا باعتقادي أن المتظاهرين أو أن الشعب العراقي بصورة عامة إذا وجد هناك نية لهذه الكتل السياسية أن تتلاعب مرة ثانية في هذا القانون وأن تعمل من هذا القانون بما يضمن مجيئها مستقبلا، فبالتالي سوف تكون هناك مشاكل كثيرة، أهمها سوف لا تكون هناك انتخابات جدية للمستقبل. لذلك البرنامج الحكومي للسيد الكاظمي الذي دعا له انتخابات مبكرة ونزيهة، هذا يعني أنه عليه أن يطلب أيضا من مجلس النواب عدم مناقشة القانون، لأن القانون سبق وأن صوت عليه وهو قانون جيد يضعف هذه الأحزاب، لكن الأحزاب في وقتها صوتت عليه كانت خوفا من المتظاهرين، وأرادت أن توصل رسالة للمتظاهرين بأن هذه أحد مطالبها. لكن الآن عندما وجدوا التظاهرات قد
ذهبت، فبالتالي كشروا عن أنوابهم مرة ثانية من أجل أن يفتحوا النقاش في هذا القانون وأن يفصلوه على مقاساتهم كالسابق. الملفات كثيرة ومبعثرة أمام الكاظمي، الجميع يجمع على ذلك. الجانب المالي أيضا لابد أن نتناقش به، الأزمة، العجز الحاصل، رواتب الموظفين التي هي الآن يعني بصفة المجهول في الأشهر المقبلة، تصريحات رسمية عداك عن الانقسام الحاصل، عن القرض الاقتراض الخارجي، البعض يتحدث اذهبوا واستحصلوا من المنافذ. الأمور المالية الآن قد تكون في أصعب أوقاتها في العراق، كيف أيضا تتوقع أن تجري هذه الأمور؟ يعني الوضع المالي صعب في كل العالم، لكن أكثر صعوبة في العراق، لأن يعني العراق اقتصاده كما تعرفون اقتصاد يعتمد على مصدر واحد وهو النفط، وهبوط الأسعار العالمية للنفط أدى إلى أن نكون في هذا الأمر. أنا باعتقادي الموضوع لا يتوقف على أن تكون هناك إجراءات مؤقتة، يجب أن تكون مصارحة من للشعب العراقي، يعني على السيد الكاظمي أن يخرج ويقول أنا استلمت الحكومة وهذه الأوضاع وهذه كذا. السيد الكاظمي كان يعتقد أنه سوف يكون هناك دعم مالي ومادي من الولايات المتحدة الأمريكية، من بعض دول الخليج، لكن كما تعرفون اليوم الولايات المتحدة ودول الخليج تمر بنفس الأزمة التي يمر فيها العالم، وبالتالي لا يوجد مثل هذا العون أو الدعم. هذه المشكلة هي مشكلة عراقية يجب أن نتجاوزها. أنا باعتقادي وتكلمت مع السيد الكاظمي أن يجب أن تغلق الحدود، علينا أن لا نستورد أي شيء، لا خضر ولا فواكه من الجمهورية الإسلامية أو من دول أخرى، نستوردها بجميع الملايين، هذا السكراب والحديد من السيارات المستعملة. العراق ممكن أن يتجاوز حتى الكماليات الأخرى، المكيفات والأجهزة الكهربائية، ممكن أن نغلق الحدود لمدة سنتين. وأيضا علينا أن نعيد موضوع المصارف على الدولة أو على الحكومة العراقية أيضا أن تهيكل مصارف الدولة، من أهمها التي بي آي والرشيد والرافدين، هذه أصبحت عبء على الدولة، هي مصدر تهريب. اليوم وجدت استثمارات في العراق أن تقدم لها قروض من هذه البنوك أو المصارف الحكومية بدون مقابل لأي ضمان، فبالتالي تستغلها الأحزاب وتستغلها بعض الشخصيات، ولذلك هناك مليارات الدولارات قد سرقت من هذه المصارف. أيضا إعادة هيكلة المصارف الخاصة، وأن يضع هناك قانون أو قواعد معينة بالنسبة لتصدير أو لبيع العملة، وبالتالي العملة كثير منها تهرب إلى خارج العراق. لذلك هذا هو السبب كثير، يعني اليوم البنك المركزي لحد هذه الساعة في مثل هذه الظروف يبيع ما بين 150 إلى 200 مليون دولار يوميا، والكل يعرف أن اليوم الحياة معطلة بالعراق، لا يوجد هناك استيراد ولا يوجد هناك سوق، إذن أين تذهب هذه الأموال؟ فأكيد هي مخصصة للتهريب وتهريب لشخصيات أو الأحزاب المعينة. على السيد الكاظمي أن يأخذ بنظر الاعتبار إجراءات سريعة وحاسمة لوقف مثل هذه المهزلة. نعم، ماذا عن الحلول الاستراتيجية، هذه الحلول الآنية التي يمكن بها إيقاف الهدر المالي، لكن نحتاج إلى حلول استراتيجية بديلة عن النفط؟ يعني أنا يعني الشعب العراقي يعني معروف هو شعب مبدع، شعب مبتكر، شعب مع الحاجة، يعني الكل يتذكر الحصار الجائر التي فرضت الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينات من القرن الماضي، أبدع الإنسان العراقي في الزراعة، في الصناعة، في كل شيء، كان هناك حصار لا يدخل العراق أي شيء. لذلك باعتقادي أنا لو هناك الحصار من تضعه العراقيين، يعني أن نقف عن استيراد الأمور، سوف يبدع العراقي وسوف يرجع العراق بلدا زراعي وصناعي على الأقل بالحاجات أو بالأمور البسيطة لليومية. هذا واحد الموضوع، موضوع قرار. الموضوع الآخر هي التخمة في مؤسسات الدولة، يعني أعطيك مثل، اليوم العراق تتكلم فيه عن 4 مليون موظف ونصف، والعراق لا يحتاج أكثر من مليون، فبالتالي هناك 3.5 ملايين بطالة مقنعة، علينا أن نجد حلول جذرية لهؤلاء ونتعامل معهم أفضل مما أن تقطع رواتبهم. يعني اليوم شنو، اليوم الموظف اسمه موظف وبالتالي لا يستلم راتب، فبالتالي عليه يعرف مستقبله، وبالتالي أن نحول إلى قطاعات أخرى، أن تكون قطاعات زراعية نفس الموظف يتحول لهذا القطاع، وقطاعات صناعية أخرى، حتى نكون أمام موظف منتج. اليوم نتكلم عن مجلس النواب العراقي أو مجلس الوزراء، هل يعلم العراقيين أن بحدود 3500 موظف في مجلس النواب، ومجلس النواب أنا لي 4 دورات عضو فيه لا يحتاج أكثر من 200 موظف، وهذه الرواتب رواتب عالية، نتكلم عن 1.5 مليون و3 ملايين تصل إلى 6 ملايين. هل يعلمون العراقيين أن في مجلس الوزراء الآن بحدود 6000 موظف
وهو لا يحتاج إلى أكثر من 300 موظف. طبعا أكو هيئات قد لصقت بمجلس الوزراء ولا أقصد مكتب رئيس الوزراء. لذلك هناك عدم عدالة في تنزيع الأعمال. العدالة وليس المساواة. إذا وزعنا بعدالة فبالتالي سوف نختصر كثير من هذه المصاريف. طيب، تحدي أمني أيضا يواجه الكاظمي، كشف قتلة المتظاهرين، دماء شهداء تشرين لم تجف، لحد اليوم لم يقدم أو يحاسب أي شخص أو متورط عن هذه الدماء، وأنت تعلم ذلك. السلاح المنفلت أيضا، لابد لنا أن نتحدث عن التحديات الأمنية. برأيك ما هي الخطوات الأولى والأساسية التي يجب أن تتخذ في هذا التحدي؟ يعني أنا بثقة عالية بشجاعة ووطنية السيد الكاظمي، لذلك عليه أن يأخذ قرارا بتقنين مؤسسة الحشد الشعبي، وبالتالي أن من يكون منتمي لهذه المؤسسة هم من الفصائل المحترمة والتي تلتزم بالقانون. هناك كثير من هذه الفصائل هي خارج عن القانون، تلبس لباس الحد الشعبي من أجل إحداث مشاكل هنا هناك، ويعرفها السيد الكاظمي، وأنا شخصيا متحاور ومتحدث معه بهذا الخصوص. فهذا القرار شجاع حتى يضمن هيبة الدولة. وأيضا اليوم هذا السلاح المنفلت أو هذه الميليشيات المنفلتة هي من تقوم في بعض الأحيان في القتل، في السرقة، في الخطف وغيرها، ولما يقوم المواطن العادي أو الأصابات العادية، أن يقننها بشجاع. الموضوع الثاني السلاح، حقيقة اليوم هناك أسواق، وليس هناك أسواق علنية في كل محافظات العراق لبيع أنواع الأسلحة، ولذلك يسمع المواطن العراقي هناك صراع عشائري أو قتال عشائري في البصرة وفي العمارة، تستعمل فيه بعض الأحيان بعض الأسلحة المتوسطة. فبالتالي على أن يكون هناك قرار شجاع بمصادرة هذه الأسلحة حتى تكون هناك هيبة للدولة. الموضوع الآخر والمهم هي أن نكون أمام قرار يقين بأن يفصل ما بين الأحزاب السياسية وهذه الميليشيات. أنا اليوم منذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة، وأقصد بعد 2003، متواجد فيها. لا يوجد فصيل مسلح في الحشد الشعبي أو خارجه إذا ما يرتبط بجهة سياسية معينة. ونحن نقول على الأحزاب السياسية ألا تحمل السلاح أو لا تكون لها قوات مسلحة. فبالتالي القانون في العراق فيما يخص هذه الفقرة هو فقط كتابة على ورق، ولم يكن هناك أي طابع. أعطيني أي كتلة سياسية ليس لها قوات مسلحة أو قوات أو عساكر في الحشد الشعبي. لذلك هذه في كثير من الأحيان أو في كل الأحوال هي تتبع قرارات حزبية قبل أن تكون هناك القرارات الحكومية. يعني اليوم الفصائل التابعة لجهة سياسية معينة إذا أعطى المسؤول الحزبي أو رئيس هذا الحزب لهذه الفصائل أمرا، سوف يتجاوز أمر القائد العام حتى لو كان الكاظمي. لذلك على الكاظمي أن يسارع في هذا الأمر، وأن يكون هناك فصل جدي وتسريح لبعض قياداتها حتى تكون أمام مؤسسة أمنية ضمن هيكلية القوات المسلحة. والكل يتذكر الحكومة السابقة هناك تحديات كبيرة كانت، أو تحدي كبير من بعض قيادات الحشد الشعبي للفصائل للقائد العام للقوات المسلحة، عندما أمر من سحابهم من الموصل أو من أماكن معينة كانوا يرفضون علنا وفي الإعلام بأنهم سوف لا ينسحبوا. لذلك هيبة الدولة يجب أن تبدي بمؤسسات الدولة وليس من المواطن الفقير. نعم، ولكن هل يمكن بعد فرض هيبة الدولة محاسبة من كان متورط بدماء العراقيين ودماء المتظاهرين ومن قام بالسرقة والقتل والاستهداف والخطف؟ يعني هذا ملف شائك، أتمنى أن ينجح الكاظمي فيه ولو أشك فيه. كما تعرفون السيد الكاظمي قبل أن يكون رئيس وزراء هو رئيس جهاز مهم ومهم جدا، فبالتالي أكيد يعرف كثير من هذه الاغتيالات التي حدثت وسبب استشهاد كثير من الأخوة المتظاهرين. لكن نقولها بصراحة وقلتها في إحدى القنوات، لا يوجد دليل. نعم نعرف القاتل، يعني أنا أقصد القاتل عندما يكون هناك قيادي في الدولة العراقية، نعرف القاتل من هو كان، لكن لا يوجد عليه دليل. ولذلك عندما تكون هناك تحقيق سوف يكون الضابط البسيط أو العسكري البسيط هو المتهم، لكن الأوامر جاءت بالهاتف. يعني هناك بعض الشخصيات في مكتب رئيس الوزراء كانت تتصل بضباط الجيش العراقي أو قوات الأمن العراقية وأن تقول لهم أن تقوموا بهذه الأعمال الإجرامية ضد المتظاهرين. لذلك هذا الضابط أو هذا العسكري سوف يحقق ما هو ممكن أن يسجن أو يأخذ، لكن من أعطى الأمر سوف لا يحاسب، لأنه لا يوجد دليل. على الرغم أنا أعرفه والكاظم يعرفه، لكن لا يوجد هناك دليل على أنه أعطى الأوامر. لذلك للأسف الشديد الدولة العراقية وأهم ملف بها الملف الأمني يدار بالهاتف وبالاتصال وليس ببرقيات عسكرية موثقة حتى تكون دليل على مثل هذه المهمات الصعبة. نعم،
سنتقل إلى نقطة الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد المرتقب. البعض ينظر إليه على أنه هيكلية جديدة للعلاقة، البعض يراه الأول منذ الانسحاب الأمريكي 2011. برأيك هل سيفسح المجال للحكومة بأن يعني تفاوض المصالح الفئوية أيضا بالنسبة للكتل، ستوضع جانبا وتوضع مصلحة العراق على الطاولة وفوق أي اعتبارات أخرى؟ يعني هذا الحوار أنا باعتقادي سوف يفجر الوضع السياسي في العراق، وسوف تكون هناك أزمات ومشاكل تتبع هذا الحوار. والسبب في ذلك أن هذا الحوار وإن كان عراقي أمريكي لكنه لم يكن عراقيا وطنيا بحت، فإيران حاضرة في هذا الحوار سواء بشكل غير مباشر، والدليل على ذلك الزيارة التي قام بها السيد وزير الطاقة الإيراني يوم أمس والتقائه بالمسؤولين العراقيين، وهي كانت أيضا ضمن أحداثيات هذا الحوار. وأيضا هو الحوار بصورة رسمية يوجد فقرات خاصة في إيران بموضوع الملف الطاقة وملف العلاقة التجارية ما بين العراق وإيران. لذلك هذا الحوار ليس عراقي أمريكي، بل أنا أقولها بصراحة هو إيراني أمريكي أكثر ما هو يكون عراقي أمريكي. أيضا هناك يعني ردة الفعل التي كانت عند البعض للأسف الشديد عندما صوت مجلس النواب سابقا على إخراج القوات الأمريكية، هو كان رد فعل، وبالتالي كما تعرفون كان محصور الحضور على مكون معين. ولذلك الوفد المفاوض الأمريكي اليوم قد جاء بشيء جديد، الحوار سوف لا يكون مع رئيس الوزراء وإنما سوف يكون مع الرئاسات الثلاث، يعني رئيس الوزراء والنواب وأيضا رئيس الجمهورية وأيضا مع رؤساء الكتل السياسية الأخرى. هذا يعني سوف يكون الشيعة أو الفصائل أو الأحزاب المرتبطة بإيران أقلية، ليس مثل ما كان في السابق أغلبية، لأنه وزعت كما تعرفون سيد رئيس الجمهورية نعم عراقي وطني لكن كردي، وبالتالي الأكراد ما عندهم مشكلة في الوجود الأمريكي. وكذلك السيد رئيس المجلس النواب الأخ الحلبوسي هو حقيقة يرغب، أنا سامعها من بقاء القوات على 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 على, 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 على الأقل في هذه الفترة لحماية مناطقهم. أنا أقول خروج القوات الأمريكية هو شيء ضروري، لكن علينا أن نقول لو خرجت في هذه الساعة هل خروجها لمصلحة العراق؟ لا، ليس مصلحة العراق. علينا أن نضع تايم تيبل، أن نضع يعني سقوف زمنية لخروجها مقابل تقوية مؤسسات الدولة العراقية، لأن اليوم أطماع كثيرة للعراق والعراقيين. هذا من جانب. الجانب الآخر هناك خلل قانوني، يعني دولة عراقية ليس فيها فقيه قانوني، ليس فيها مستشارين قانوني في هذه المفاوضات. كما تعرفون هذه المفاوضات هي يعني اتفاقية جديدة أو تعديل الاتفاقية القديمة، والقانون المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 نص صراحة أن من يتفاوض بالبيت يجب أن يتفاوض الخبراء وليس السياسيين، يعني يفاوضون الأمور من الناحية الفنية، مو ذات صبغة سياسية، مو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية أو رئيس كذا أو خبراء. والشيء الثاني يجب أن تكون هناك مشروع مكتوب، يعني ورقة مكتوبة نتفاوض عليها وليس ولا نتفاوض على شيء ما مكتوب. بالتالي سوف تكون هناك إملاءات وسوف تكون هناك تحديات. أنا أقولها بصراحة الجانب الإيراني يعتبر هذه المفاوضات هي فرصة له سوف يحقق بها غايات إيرانية على حساب المصلحة العراقية. هل هذا يعني أن إيران اليوم تفاوض عبر وسطاء عراقيين باسم العراق لكن هي التي تفاوض الولايات المتحدة بشكل مباشر؟ لا هذا مو. أولا هناك فقرات يعني بالجدول هي تخص الجمهورية الإسلامية. الشيء الثاني نتكلم بصراحة هناك يعني اليوم فصائل وأحزاب تأخذ قراراتها من إيران، فسوف تكون هناك إملاءات. ولذلك الجانب الأمريكي فكر بأن لا نذهب إلى المفاوضات بشكلها القانوني ونذهب بشكلها التفرعي حتى نجعل من الشيعة أقلية في مثل هذه المفاوضات. لذلك الأمر حقيقة ليس بسهل. أنا حقيقة رسالتي إلى كل الأخوة السياسيين مفاوضين أو غيرهم أن ننظر إلى المصلحة العراقية الوطنية بغض النظر عن ما تطلبه إيران أو تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية. نعم خروج القوات الأمريكية حاجة وحاجة ضرورية وماسة، وأنا كنت أنتمي إلى كتلة محترمة وبالتالي كانت هذا أولوياتنا، لكن الوقت الحاضر نحتاج إلى خروج مبرمج حتى لا يقع العراق فريسة سواء كان لعصابات داعش لدول لا تريد الخير للعراق. هذا من جانب. الجانب الآخر كما تعرفون هذه زيارة الوزير الطاقة ليست جاءت أذى، أيضا زيارة نائب رئيس الوزراء أو وزير المالية للسعودية والعقد الجديد على الطاقة، فبالتالي هناك كانت ضغوطات على الجانب العراقي. ولذلك أنت شوف رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي ذهب بوفد كبير إلى الصين
وفد كبير وبقى يمكن 5 أيام، وبالتالي لم يجر اتفاق، وإنما رجع للعراق. اجى وزير الطاقة الإيراني 4 ساعات، سوى اتفاق ب4 ساعات وأخذ 400 مليون دولار. فبالتالي ماكو هذا التكافؤ ما بين الجانبين لنقولها بصراحة. ما رأيك بهذه التوقيتات؟ يعني سواء توقيع اتفاقية بين إيران لتصدير الكهرباء والعراق، عدا عن ذلك تصريحات وزير الطاقة الإيراني الذي يقول أننا استوفينا بما أذكر 400 مليون دولار من العراق ومن مستحقاتنا في هذا التوقيت مع الإعفاءات، ماذا يراد خلف يعني ذلك؟ أنا قلت لك قبل قليل أختي العزيزة بأن هناك فقرات موجودة في جدول التفاوض، وهو ما يخص العلاقة العراقية الإيرانية بملف الطاقة والكهرباء، وكذلك في موضوع الاستيراد والتصدير والتجارة والعملة. ولذلك عندما يأتي وزير الطاقة ويوقع اتفاقا جديدا، عندما يكون هناك التفاوض مع الجانب الأمريكي يقول لك هذا اتفاق مبرم لا نستطيع أن نتجاوزه، وممكن أن تكون هناك شروط جزائية، وممكن أن العراق يتعرض إلى خسارة معينة. ولذلك هذه أول مبادرات للضغط على الجانب العراقي من أجل هذه المفاوضات. المفاوضات ليس بسهلة، ستفجر الوضع السياسي من جديد، وإن شاء الله ينظرون كل الإخوان لهذه المفاوضات بما يحقق المصلحة الوطنية. شكرا لكم السيد بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. كثير من الأحيان تعلن المفوضية أن وجود خروقات انتخابية من قبل هذا الكيان السياسي، لكنها لا تعلن عن هذا الكيان السياسي الذي يجري هذه الخروقات، وبالتالي هنا المواطن يعني يصاب في حيرة وربما يغش في هذه الحالة ويصوت لهذا الكيان السياسي الذي هو لديه فاسدين. القوانين اللي هي مفترض اليوم تكون مساندة لعملية إجراء الانتخابات، قانون من إليك لهذا، قضية الإحصاء السكاني، قانون الانتخابات، مراقبة عملية الدعاية السياسية على اعتبار أنه هاي القوى السياسية التي نهبت البلاد والعباد، واليوم الموظفين ما عندهم رواتب، فتشوا في جيوب هؤلاء الفاسدين من القوى السياسية المتنفذة، ستجدون الأموال هناك، وهذه الأموال سوف تنفق قريبا على انتخابات مبكرة من أجل إعادة تأبيد وجودهم بالسلطة، إعادة وجودهم بالسلطة. ماذا نريد نحن؟ ماذا يريد العراق من هذه المفاوضات؟ أعتقد أهم نقطة هي السيادة. السيادة لا يتجزأ، وعندما نقول السيادة لا يتجزأ هذا يعني للطرفين، يعني يجب أيضا نحن أن نحترم نفسنا وأن نجعل الآخرين يحترمون سيادة العراق. لا يرجع العراق لممارسة سياسة المحاور الخاطئة التي مورست بالفترة السابقة. نحن نحتاج إلى توازن في علاقاتنا مع كل الجهات. نحن اليوم عندنا أزمة مالية كبيرة بسبب جائحة كورونا، بسبب انخفاض أسعار النفط اللي هو 96% من موازنتنا معتمد عليه. نحن اليوم عندنا مشكلة أمنية بتجدد أو بظهور عمليات الإرهابية في مناطق كثيرة. يجب أن ندرس ويكون لدينا رؤية وبرنامج واستراتيجية ماذا نريد نحن من الولايات المتحدة. مدير انتفاضة ذي قار يقيل 3 مسؤولين في يوم واحد، والحبوبي بلا يد لأن الحراك اشتد. ذروة الوباء مستمرة في العراق، 15 وفاة وأكثر من 600 إصابة بالجائحة، وتحذيرات رسمية من انهيار النظام الصحي. شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على أهمية اتباع السياسات المالية الرشيدة التي من شأنها أن تحقق المصلحة الوطنية العليا وتساعد العراق في تجاوز الأزمة الحالية. صالح أكد خلال لقائه محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق على ضرورة اتباع سياسة نقدية متوازنة والعمل على تعزيز الوضع المالي من خلال تنويع موارد الدولة وترشيد الإنفاق الحكومي، لا سيما في الظروف الحالية التي تواجه البلاد والمتمثلة بجائحة كورونا وانخفاض واردات النفط. في دوره استعرض العلاق دور البنك المركزي للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وشدد القاضي وائل عبد اللطيف على ضرورة أن يستعيد ديوان الرقابة المالية دوره في مراقبة الأموال المخصصة للوزارات ودوائر الدولة ومعرفة مصير إنفاقها. وقال عبد اللطيف لمانشيت أحمر إن العراق لا يعاني من أزمة مالية بل من سوء إدارة الأموال في الموازنة، مشيرا إلى أن كلف معظم المشاريع المخصصة للمحافظات تفوق القيمة الحقيقية لها. أكيد فساد، أكيد أبواب فساد. روح شوف السيارات، شوف الأثاث، شوف المطبوعات، شوف الترميم، شوف التأثيث، بيش قاعد يسوون هذول؟ فد مبالغ خيالية، مبالغ خيالية، العقل ما يتقبلها. أنا مستغرب على ديوان الرقابة المالية، أنا مستغرب على هذا الديوان كيف ما الذي يتابع، كان يتابع الفلس، كان يتابع الدينار من دخوله إلى الدائرة ومن خروجه، الآن وين صار هذا الديوان؟ يعني كيف ما قاعد يراقب بين الكلفة التخمينية وبين الكلفة الإحالة من المشروع؟ فساد البلد صار فيه مسألتين. المسألة الأولى هي التعيينات اللي كانت مطلقة إلى رئيس الوزراء والوزراء والرؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، كل من يعين بكيفه، إلى أن تضخم الجهاز الإداري بشكل كبير جدا. اثنين، المشاريع الاستثمارية. يا رئيس مجلس الوزراء، نصيحة لله، من اليوم صدر قرار بإيقاف كل المشاريع الاستثمارية. أنا أقول لك راح تحتفظ بأموال كبيرة جدا ما تدعوك إلى الاقتراض من خارج العراق، وبالتالي هذه المشاريع الاستثمارية 90% من عدها فائضة زائدة على الكلف التخمينية التي تقدر من الدوائر المعنية. فدققوا بين هاتين الحالتين، ستجدونها في الموصل، وتجدونها في الديوانية، وتجدونها في البصرة، وتجدونها في كل محافظات العراق. لذلك أوقفوا كل المشاريع الاستثمارية في العراق. هذا أول، إحنا ما بحاجة إلى هذه المشاريع الآن، إحنا بحاجة إلى إكمال المشاريع القائمة التي تبقى منها الشيء القليل اليسير، وهي أيضا كلها فساد، لكن قبل أن تندثر عالجوها، كملوها، أفضل ما تروحوا لي على مشاريع جديدة يعني يشوبها الفساد بنسبة أكثر من 200%. ورجح نائب عن تحالف سائرون صادق السليطي تمرير 5 وزراء من بين 7 المرشحين لشغل الحقائب الوزارية في حكومة الكاظمي، فيما استبعد تصويت على نواب رئيس الوزراء. من جهته أكد النائب عن تحالف القوى يحيى المحمدي لبرنامج أقصر الطرق وجود شبه إجماع على تمرير الكابينة الوزارية، مؤكدا بأن الأسماء المرشحة للوزارات 7 جاءت بالتوافق مع الكتل السياسية. جاب الكاظمي أغلب الكابينته مدراء عامين في نفس الوزارات، طريقة الاختيار. فأعتقد يعني إيش يقبل أن يمرر مع التقدير للسيد فؤاد حسين؟ بس هذا سؤال مشروع لازم ينطرح، أنه ليش شخص معين يتم الإصرار عليه، وما شاء الله أنتوا العرب تذابحون بيناتكم، نريد هذا وما نريد هذا، ومن توصل للأخوة تصعد الشروط والمقاييس. أي ليش؟ أريد إجابة على هذا السؤال. لا تقول لي حق وحقوق. لا يعني مو قصة حق، لا بالعكس، هو الحق محفوظ. أي. يقدر يجيب لي شخص مستقل تكنوقراط كردي ويعبر عليه. بس يعني على المستوى الشخصي أنا أقول لك، يعني إحنا على المستوى الشخصي أغلب النواب ما أعتقد أنه راح يصوتون على هذه المسطرة العوجاء، غالبية النواب على المستوى الشخصي. بعدين ذكرني الجواب على نفس السؤال. سؤال ثاني بالنسبة للنواب رئيس الوزراء خالد بتال وعلي علاوي وفؤاد حسين، يعني برأيك راح يتم تمريرهم بالتصويت داخل نواب رئيس الوزراء؟ ما أتصور، لأن إحنا بصراحة منذ يعني من حكومة المالكي بدينا نقلص والترشيق الوزاري ورئاسة الوزراء ونواب رئيس الجمهورية كلها بدأت تترشق، ما أعتقد أصلاً محتاجيها إحنا. وأنا أتوقع يعني يوم السبت يمرون 5 وزراء من 7، يعني توقع الشخصي. تتوقع؟ أتوقع 5 وزراء من 7. من اللي ما يمرون؟ ما أقول لك من اللي ما يمر، لكن أتوقع هذا ذوق النواب. لا أكو ما. يجوز وزارتين أكو إشكالية طرحت حتى الآن، احتمال يعني أتوقع 5 من 7 احتمال، يعني هذا توقع شخصي. تعتقد الأسماء هسه الكابينة نتحدث عنها راح تمر يوم السبت لو أكو تحفظات على بعضها؟ أعتقد كلها تمر زين، بما فيها نواب رئيس الوزراء، ونواب رئيس الوزراء هم مو مناصب منفردة، وإنما هم وزراء
وبنفس الوقت هم نواب رؤساء نواب رئيس الوزراء، واعتقد هذه دعم ايضا وقوه لرئيس الوزراء. صايرك اتفاق انه كلهم يمشون؟ لا انا برايي الكابينه ما قدمت الا اخذ الضوء الاخضر. زين، اكو مناصب يفترض يعني على رئيس الوزراء ان يدز اسماء مرشحين لشغلها، مثلا مدير مكتبه، الهيئات المستقله، اكو توجه لحسمها لو بس نريد نفض الكابينه ولكل حادث حديث؟ هو طبعا المرحله الاولى هو موضوع الكابينه، والمرحله الثانيه اكيد موضوع التوازن اللي يخص موضوع الدرجات الخاصه، الوكلاء، المستشارين، الهيئات، مدراء عامين. هذا الملف ايضا احنا بالنسبه لنا نعتقد انه هذا ملف جدا مهم وفيه التوازن الذي نص عليه الدستور، ونحن نعلن ونقول دائما بين احنا المكون السني مهمشين ونسبتنا في الدوله العراقيه لا تتجاوز 5%. وتناول برنامج لعبة الكراسي الضغوط التي تمارسها الكتل السياسية على الوزراء منذ 2003 ولغاية الآن لتحويل الوزارات إلى مواقع للاستفادة. النائب عامر الفائز أشار لانتشار مصطلح الخمسينات الأربع التي تتحكم بالقرار في إشارة إلى الكتل التي تملك قرابة 50 مقعد نيابي، فيما أشارت النائبة هدى سجاد إلى أن الكتل تستحوذ على الوزارات وتتحكم بموظفيها من أعلى الهرم إلى عامل النظافة. كل الكتل ودون استثناء، وأنا مسؤول عن كلامي، في داخلها مفسدين كثيرين. كل الكتل بدون استثناء. بدون استثناء في داخلها، في داخل كل كتلة أكو مفسدين كثيرين. يعني علتنا الكتل السياسية. نعم، علتنا كشعب عراقي، كدولة عراقية، كتل سياسية. ليش هو هسه حاليا الوزراء من يروح يفسد تقول له ليش هيك مع الوزير؟ يقول لك والله الكتلة جابت. تمام. اي صحيح. صحيح. والله انت ما بالك يا جاي الشاقل، كتلة يعني جابت. الان المحاصصات. جاي اسمع مصطلح الايام استغربت من سمعته حقيقة. الخمسينات الأربعة. صافن انا. شنو الخمسينات الأربعة هاي؟ ما سمعت بها. قالوا عندهم قاعد مجلس النواب 50 أو ما يقارب 50، هذا هو راح متحكمين بالقرار. ترى ثلاثة أرباع الفساد، سبعة هو يعني ثلاثة أرباع سبب الأساسي هو عدم توزيع الثروات بشكل عادل. إحنا من نشوف الحكومات اليوم، يعني من تطلع للناس وتشوف المتظاهرين وتشوف الفقر وتشوف التباين بالمستوى المعاشي والتباين حتى في توزيع الموازنة على فئات الشعب العراقي. تمام. كل ذلك المفروض يخلن عندك فت خلفية إنه تحاول شلون تهدم هاي الفجوة، تهدم هذا الفرق بين المستويات اللي أنت خلقتها بالتشريعات على مستوى القرارات. فلكن احنا اليوم اللي جاي نلاحظه على العكس تماما، كل ما نروح للمحاصصه قبل كانوا الكتله تجيب بس الوزير، هسه الكتله تجيب مدير المكتب، تجيب المرافق، تجيب المدراء العامين. هاي صارت هاي الحكومه، هاي حكومه السيد عادل عبد المهدي تفشت بشكل كبير بها هذه الامور. اصدرت بعثه الامم المتحده في العراق سلسله توصيات لمفوضيه الانتخابات بعد فوضى التعيينات في مكاتب المحافظات، محذره من تداعيات غياب العداله عموما وفي كركوك بشكل خاص. وشددت بعثة يونامي على ضرورة إجراء تعديلات فورية على قرارات مفوضية الانتخابات الأخيرة لضمان النزاهة وثقة الشارع، وفي مقدمتها إلغاء قرار تقليل المعيار الدراسي للتعيين في المكاتب بالمحافظات وضمان التمثيل المتساوي في كركوك وأبعاد مكاتب المفوضية في المحافظات عن التعصب. وعبرت الأمم المتحدة عن استغرابها من تقليل معايير قبول الموظفين في مكاتب الأقسام والشعب بالمحافظات، مشيرة إلى أن المفوضية كان يفترض بها استشارة الأمم المتحدة قبل إجراء أي تعديل على قرارات مجلس المفوضين التي تهز ثقة الشارع. يبدأ على مستوى الخبراء وينتهي بلقاء القادة. العراق يسمي 20 مفاوضا في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. حول الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة معنا السيد هشام الهاشمي الخبير الاستراتيجي، والسيد جابرييل صوما عضو المجلس الاستشاري في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والبداية من السيد
هشام، يعني كيف سيكون الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة؟ ما هي الملفات التي ستطرح في هذا الحوار؟ يعني أظن هو ابتداء سوف يقوم على أساس الاتفاقية الأمريكية العراقية في عام 2008. الولايات المتحدة الأمريكية هي من طلبت من حكومة السيد عادل عبد المهدي في فترة استقالتها، طلبت منها أن تعيد النظر وتعطي رأي في فقرات مهمة داخل تلك الاتفاقية، وحكومة السيد عادل عبد المهدي استجابت لما يعنون اليوم بالحوار العراقي الأمريكي. بالتالي تلك الفقرات كانت مبنية على 36 فقرة وبعض الأقسام التي هي ممكن المالية، الاقتصادية، التجارية، العلاجية الصحية والتعليم والثقافة، بالإضافة إلى العلاقات السياسية والعلاقات والدعم العسكري واللوجستي. هذا في الغالب سيهيئ له بجولة أولى من سكرتارية من الخبراء تحضيرية لتحديد الأمور الفنية وأيضا النقاط المهمة التي ينبغي أن تقرأ. والعراق أيضا يرى أن هذه الحوارات سوف تتطور إلى مستوى وزاري ثم بعد ذلك تذهب إلى البرلمان بحسب قانون 35 لعام 2015 وهو خاص بعقد المعاهدات. هذا القانون يشبه ما يكون هو الحاكم على مثل هذه الخاتمة للمفاوضات الجديدة. جولات كثيرة سوف تكون وتنتهي حينما يصوت البرلمان بثلثين من نوابه على تلك البنود التي طلع عليها أولا اللجان القانونية البرلمانية وهيئت لها فرق الخبراء وتحاور بها وزراء الخارجية وصولا إلى ربما السيد رئيس الوزراء. نعم يا سيد جابرييل، سيد جابرييل، يعني شهدت العلاقة الأمريكية العراقية تفاعلات سياسية كثيرة بدءا ربما من المتناقصة المتقاطعة، ولكن اليوم كيف تنظر الإدارة الأمريكية إلى هذا الحوار؟ هل هو يعني نستطيع أن نسميه إعادة هيكلة للعلاقات الأمريكية العراقية أم كيف؟ مرحبا لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام. الاتفاقية كما تعلمين سيدتي عقدت سنة 2008 في ظل إدارة الرئيس جورج بوش الابن، و كما ذكر الزميل الكريم يعني تدير أمور عدة، يعني تشمل أمور عدة، منها ثقافي، منها تعليمي، منها الطاقة، القضايا المالية، التجارية، إتسترا. وهناك اتفاقية ثانية وهي اتفاقية أمنية. هذه الاتفاقية تشمل أمور تتعلق بوجود القوات الأمريكية في العراق وبمسألة انتهاء مهلتها أو تمديد المهلة. لذلك ترى الولايات المتحدة أنه من الضروري جدا بعد أن قرر المجلس النيابي في العراق بأن يطلب من الحكومة سحب القوات الأمريكية، الولايات المتحدة تريد أن تتفاوض مع العراق لمعرفة ما إذا كان هناك مشاكل تتعلق في هذه الاتفاقيات أم لا. أعتقد بأن الطرفين متفاهمان في الوقت الحاضر عما يجب القيام به، وأعتقد بأنه سوف تكون النتيجة إيجابية بالنسبة للطرفين. نعم سيد هشام، هل تعتقد أن الحوار سيكون عراقي أمريكي أم أن هناك تدخلات وضغوطات خارجية قد تؤثر على الرأي العراقي في هذا الحوار مع الولايات المتحدة؟ يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أكيد سوف يكون حوارها متماسك وهي التي طلبت الحوار، وبالتالي هي مستعدة لإعطاء الرأي وإعادة النظر بكثير من بنود الاتفاقية، اتفاقية عام 2008. لكن يبقى الفريق العراقي بالتأكيد هو سوف تشمله المحاصصة التي نعرفها المكوناتية والسياسية والطائفية، علما أن القوائم في بداية الأمر أنشأها السيد عادل عبد المهدي
أو مكتب السيد عادل عبد المهدي بالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية، ثم حدث عليها في حكومة السيد الكاظمي، ولا تزال ليس هناك قائمة رسمية ممكن أن يعول عليها في معرفة أسماء الخبراء. لكن عموما مثل هكذا حوارات تبدأ باطلاع الكتل السياسية وإحاطة رؤساء الكتل السياسية في كل هذه الفقرات، سواء كانت على طريقة الخبراء وآراء الخبراء أو حتى على المستوى الوزير ثم إلى مستوى البرلمان، وبالتالي سوف تكون هناك الكثير من التدخلات. هناك 4 فقرات سوف يكون للأحزاب المسيطرة والمنسجمة مع سياسة إيران في العراق، وفي هذا الحوار رأيا واضحا هو أقرب إلى المزاج الإيراني منه إلى المزاج العراقي الخالص مثل ما نقول، أو المزاج العراقي الوطني الخالص في هذا الملف، لأنهم قطعا سوف يطلعون ويبدون رأيا، وأيضا هم يغيرون في كثير من الفقرات. لكن بالتالي السيد الكاظمي هو قد اتفق على الخطوط العريضة. الخطوط العريضة هي أن هذا الاتفاق يمضي، وأنه لن يبعد الولايات المتحدة الأمريكية كحليف كبير لا غنى للعراق عنه، وأيضا لا يتحدى إيران في هذه التفاوضات كجار لا يمكن تجاوزه في مثل هكذا مفاوضات. هذه الخطوط العريضة اتفق عليها من قبل السيد الكاظمي مع أعلى المستويات في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هناك معلومية واضحة لدى الجانب الإيراني حول هذا الخط العريض. تبقى هذه التفاصيل والفنيات. نعم سوف يكون هناك تحاصص، وأيضا سوف يكون هناك الكثير من المزاجات التي لها بعد قومي أو طائفي بعيدا عن البعد الوطني الذي ينبغي أن يكون هو الحاضر في مثل هكذا مفاوضات تاريخية واستراتيجية. سيد جابرييل، يعني الإدارة الأمريكية لطالما كانت واضحة على لسان بومبيو وعلى التصريحات الأخيرة بأننا نريد عراق يتمتع بسيادة وطنية، هل تتوقع من هذا الحوار من وجهة نظر الإدارة الأمريكية أن يكون صريح، يعني أن يطرح فيه مثلا الاستهدافات الأمريكية المتكررة على أراضي العراق في الآونة الأخيرة، تزايد النفوذ الإيراني إذا أردت المتصاعد أيضا؟ طبعا هناك النفوذ الإيراني وهناك الوجود وجود داعش في العراق. كما تعلمين في الأشهر السابقة يعني حوالي 5-6 أشهر أطلقت على القوات الأمريكية في العراق مئات من الصواريخ، وأدت إلى مقتل عدد من الجنود هناك. لذلك كان من الضروري معرفة ماذا تريد الحكومة العراقية من الجيش الأمريكي، لأنه مسؤولية الحفاظ على القوات الأمريكية بالإضافة إلى القوات الأمريكية هو القوات العسكرية، ولكن يبدو بأن القوات العسكرية ليست باستطاعتها الضغط على هذه الميليشيات الموالية لإيران التي تقوم بهذه الهجمات الصاروخية. هذا من جملة الأسباب التي سوف تبحث أثناء المفاوضات. فإذا هناك مسألة الوجود الأمريكي في العراق، ثانيا مسألة النفوذ الإيراني في العراق، وثالثا مسألة وجود داعش في العراق. نعم أيضا سيد هشام، يعني هل تتوقع أن نتائج هذا الحوار ستؤثر مباشرة على مستقبل العراق، الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية؟ نعم هذا الحوار مهم جدا بالنسبة للعراق، ممكن أن نقول هو منعطف مهم في تاريخ العراق. الولايات المتحدة الأمريكية جادة في تقبل نتائج هذا الحوار، هي قد تؤسس إلى مغادرة العراق كحليف موثوق به، سواء كان بمكوناته المجزأة سنة وشيعة وأكراد، أو حتى مغادرة المكون السياسي الشيعي الذي هو كان الحليف الأكثر حضورا بعد عام 2003 إلى اليوم، على اعتبار أنه
المسيطر على رئاسة الوزراء وذات غالبية في البرلمان، فهي ربما تتقبل هذه النتائج، لكنها في نفس الوقت سوف تغادر الإسناد والدعم للجهات السياسية الموثوق بها نتيجة لتقبلها لقرار العراق. العراق إذا طلب من الولايات المتحدة الأمريكية المغادرة تماما فهي سوف تغادر على المستوى العسكري وحتى على المستوى الاقتصادي والدعم السياسي. لكن أظن أن حكومة السيد الكاظمي لديها الكثير من الدراية لهذه التداعيات، وأيضا هي تتحمل المسؤولية وتعرف المسافة التي يحق لها أن تتحرك بها في مثل هكذا منعطف تاريخي. الكل يعلم حدود مسؤوليته ويدرك جيدا أن العراق في منعطف ينبغي أن ينظر فيه للمصلحة الوطنية أولا، ثم للمصلحة الوطنية، ثم للمصلحة الوطنية ثالثا، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية ناظرة في هذه المفاوضات لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية العليا، وأيضا إيران هي ناظرة لمصلحة إيران وليس لمصلحة العراق في مثل هكذا بعد من المفاوضات. نعم، البعض سيد جابرييل ذهب لأكثر من ذلك، يعني كان معنا للتو السيد بهاء الأعرجي وقال، وهو نائب رئيس وزراء سابق، قال إن هذا الاتفاق إيراني أمريكي عبر العراق. كيف تتعاطون مع مثل هكذا طروحات يعني تتزامن مع حديث عن تمديد إعفاءات، عن توقيع اتفاقيات جديدة مع إيران لسنتين الآن في الكهرباء، حديث عن من وزير الطاقة الإيراني باستحصال مستحقات مادية كبيرة من العراق؟ الاتفاقية عندما حصلت لم يكن هناك نفوذ إيراني على العراق، لأنه كان العراق تحت صدام حسين، ولم يتسنى للحكومة العراقية بعد الحرب 8 سنوات بين العراق وإيران، لم يتسنى للحكومة الإيرانية بأن يكون لها أي نفوذ في العراق إلا بعد أن أزيح صدام حسين وتغير الوضع في العراق تماما، بحيث كما قال الزميل الكريم الشيعة أصبحوا هم. سيد جابرييل، فقط للتوضيح، أتحدث عن توقيع اتفاقية لتصدير الكهرباء 2020 و21، بالنسبة تمت منذ أيام الكهرباء. وليست اتفاقية قديمة. نعم. أوكي. فكرت عم تحكي عن الاتفاقية. بالنسبة للكهرباء في العراق، العراق باستطاعتها أن تقوم بإنتاج الكهرباء محليا. العراق هي ثاني أكبر منتج للنفط في دول أوبك. 95% من إيرادات الحكومة العراقية هي من البترول، ويعني الخبراء يتعجبون كيف أن العراق الغني في البترول وفي المواد الكيميائية وغيرها، كيف يسمح باستيراد الكهرباء من بلد ضعيف جدا. يعني العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران هي عقوبات قاسية لا شك. لذلك الولايات المتحدة ترى بأن هذا نوع من النفوذ الإيراني يمكن تفاديه فيما إذا كانت الحكومة العراقية جادة بأن تحل مشكلة الكهرباء في العراق. عندها بترول بإمكانها أن تنتج الكهرباء. نعم، شكرا لكم على هذا الحوار، السيد جابرييل سوما وهو عضو المجلس الاستشاري في إدارة ترامب، وكذلك أشكر للخبير الاستراتيجي السيد هشام الهاشمي، شكرا جزيلا. هذا مؤشر خطير، وبأن أعضاء مجلس النواب محافظة البصرة هم ممثلين للشعب البصري، فمصادرة حقوق واستحقاقات الشعب البصري بهذه الطريقة هذا غير مقبول جدا. هناك شارع غاضب في البصرة ينتظر من هذه الحكومة أن تقدم له ما يعانيه في الحكومات السابقة، وأن ترفع عنه الضيم وترفع عنه الحيف. مجلس النواب هو أعلى سلطة تشريعية في البلد، نعاني من المدراء العامين ومن بعض الوزارات ومن وكلاء الوزراء ومن بعض المؤسسات الحكومية لعدم تعاملها معنا. كيف المواطن اليوم؟ يعني كيف المواطن؟ يعني بصراحة أقول وبهذه اللهجة، الله يساعد الناس، يعني الله يساعد المواطنين.
الكاظمي يقدم مرشحيه السبعة ونوابه الثلاثة لمجلس النواب لنيل الثقة، جلسة مرتقبة السبت لاستكمال التصويت على الكابينة. وجه البنك المركزي العراقي رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس النواب العراقي بشأن لجوء بعض أعضاء البرلمان إلى وسائل الإعلام وأطلاقهم اتهامات وصفها بغير الدقيقة وغير الموثوقة تجاه السلطة النقدية في العراق، وذلك ردا على التصريحات التي أطلقتها عضو لجنة المالية ماجد التميمي عبر برنامج أقصر الطرق. وقال البنك المركزي في رسالة إن اتهامه من قبل أحد النواب بالفساد وتمويل الإرهاب يستهدف إثارة الجمهور وتأليب الرأي العام بالضد من مؤسسات الدولة، ويعطي انطباعا سلبيا أمام المؤسسات والمحافل الدولية، مما يصعب التعامل معها والحصول على دعمها ويضعف فرص استقدام المستثمرين الأجانب. ودافع البنك المركزي عن مزاد بيع العملة، وقال أن هذه النافذة تمثل إحدى أدوات السياسة النقدية المتوازنة التي اعتمدها بهدف ضبط نسب التضخم والمحافظة على سعر الصرف في السوق، مؤكدا بأنه طبق سياسة مشددة مع المخالفين لشروط وضوابط نافذة بيع العملة الأجنبية. ودعا البنك المركزي في رسالة إلى رئاسة البرلمان بحض أعضاء المجلس على التزام القانون أثناء كيل الاتهامات ضد مؤسسات الدولة، وذلك مساعدة لها على أداء واجباتها وحماية لسمعتها. وكانت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي كشفت لبرنامج أقصر الطرق مع نبيل جاسم، كشفت عن وجود أربع جهات مستفيدة من نافذة بيع العملة الأجنبية في العراق، وقالت إن هذا المزاد موزع بين الموظفين والأحزاب والتجار وكذلك الإرهاب. اللي اكتشفت أنه مزاد العملة اللي تروح إلى أربع جهات، جهة البعض أيضا، أنا دا أقول بعض موظفي البنك المركزي عايشين عليه، جهة أخرى الربع الآخر يروح للأحزاب، الربع الآخر للتجار، والربع الآخر للإرهاب. تمويل الإرهاب كان عن طريق مزاد العملة أربع أربع، فأنت تريد هسه المزاد يعني شلون؟ يعني شلون يعني أنا وياك لازم نخاف على نفسنا وراء هذا الكلام إذا هاي الأربع متقسمة عليه. فتح برنامج الجمهورية السادسة ملف رواتب رفحاء والأموال الطائلة التي تمنح لفئات مختلفة خارج العراق وتأثير ذلك على موازنة الدولة العراقية التي تعاني أصلا من عجز كبير. النائب السابق رحيم الدراجي قال أن عائلة واحدة استلمت 23 مليار دينار عراقي كتعويضات، وأن أقل راتب تراكمي صرف عام 2013 لذات الفئة وهو 8 مليارات، بينما لا يقل الراتب الشهري عن مليون دينار للشخص الواحد. من جانبه دافع النائب السابق محمد الهنداوي عن الأرقام الكبيرة التي تصرف كرواتب لعوائل رفحاء، وقال أن الدستور العراقي كافي لحق الشهداء والسجناء السياسيين. أولاد مسؤولين. لا اسمح لي، بالسجناء السياسيين لا يوجد وهمي واحد، لأنه وايد الشيخ على مقتبس لا الحكم. لا شنو ما ادري على مقتبس لا الحكم لا مولانا، ودعتك عندنا كيوليه وعندنا مخابرات وعندنا سرسريه وعندنا بعثيه مسجلين كلهم ثلاث اربع مسجلين. شيخنا انا رحت من شيخ مقتبس ما عندك، انا مزلت من رحت نائب، رحت احاسب على موضوع الفضائيين. عندك المعتقلين اكو بهم يعني صار تزوير، ليش؟ لانه يعتمدون على الشهاده. اثنين يجون يشهدوا له خلص هذا اثبته ولا شيء. اما رفحاء اريد ليس فيهم مزور. جيد اتركونا من هالجدل، اريد اطلع من هذا المحور. 101 مليار و176 مليون دينار شهريا دون احتساب ازدواج الراتب، مستقل الصحيح؟ لا 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 لا، انا قلت لك هذا الرقم، قلت لك عاتبه على الرقم. الشيخ قال ايه؟ على مليون. انا اريد اعرف ايش قد شقد شهريا تصرف للسجناء والمعتقلين ومحتجزي رفحاء، وشقد سنويا تصرف؟ انا راح اقول لك وشقد اخذوا من 2006 الى الان. شوف. ما حتى يعني اضافه الى الراتب الامتيازات والمخصصات. أقول لك مثل انا معتقل سياسي مدة 13 يوم، احنا خمس اخوه، ست اخوه واحد مات وبقينا خمسه، ولا واحد ما يدفع المراتب لان ما عندنا شهر، اقل الشهر. مثلنا آلاف مؤلفة، شلون الشيخ يعطيهم على مليون؟ ها؟
كيف؟ زين تجي على أبو الشهر، أبو الشهر هذا أبو الشهر آلاف مؤلفة اللي دون السنة هم الأغلبية. شبه النائب السابق عن نينوى محمد نوري العبد ربه بعض نواب الموصل من الذين تحولوا لتجار وسماسرة، شبههم بالتنظيم الإرهابي الذي كان يفرض أتواتا على المشاريع والمقاولين في المحافظة. وقال العبد ربه المنشط أحمر إن نينوى تعاني من انفلات رقبي سمح للبعض من نوابها بالاستحواذ على معظم مشاريع الإعمار والأموال المخصصة لها. من النواب من ذهبوا أو أتوا إلى بغداد لغرض مصالحهم الخاصة، مستغلين وضع نينوى، مستغلين عدم وجود رقابة حقيقية، ومستغلين الانفلات اللي موجود، وهنا أقصد الانفلات الرقابي، لا وجود للحساب، لا وجود لمن يتابع. القسم من دوائر المحافظة هي عبارة عن ضيعة لهؤلاء السياسيين، لا يمكن تمرير العقد الفلاني أو العقد الفلاني إلا بنسبة معينة. أنا سأتحدث بكل صراحة وبكل أمانة، في زمن القاعدة التي تعتبر هي منظمة إرهابية كانت تقتل أبناء نينوى وتقتل جميع العراقيين، القاعدة كانت تأخذ نسبة بين 4% إلى 10%، وهذه النسبة التي كانت تجبيها القاعدة في ذلك الوقت قبل عام 2014، حتى القاعدة كانت تسمح للمقاولين أو للتجار الذين تفرض عليهم رسوم أن يعطوا هذه النسبة خلال استلامهم للسلف بعد أن يتم القيام بعملهم خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، وهكذا على شكل دفعات. اليوم السياسيين اللي عندنا بفضل الله تعالى يأخذون هذه النسبة مقدمة وعشرة بالمئة، الدقهن قدامهم على الميز يلا يقبلون. هدير انتفاضة ذيقار يقيل 3 مسؤولين في يوم واحد، والحبوبي بلا يد لأن الحراك اشتد. تواصلت التظاهرات في محافظة ذيقار لليوم الثاني على التوالي لمطالبة مدراء دوائر المحافظة بالاستقالة، احتجاجا على تردي الواقع الخدمي والفساد المستشري بدوائر المحافظة. ونظم عشرات المتظاهرين احتجاجات أمام دوائر الصحة والبلدية في الناصرية والنزاهة والتربية والتدريب والإعداد المهني التابعة للتربية وبعض الدوائر الأخرى، وأكد المتظاهرون استمرارهم بالاحتجاجات إلى حين خروج الفاسدين وتوفير أبسط مقومات العيش لهم. لولا امتداد الثورة دماء الشهداء ما راحت هدر، تضحيات الشباب ما راحت هدر، وراح تستقيلون غصبا عليكم. ليش؟ مو بإرادتكم، لا، سمعوا، ذولا يخلونكم تستقالون والثورة ما تموت. واخذوها مني، الثورة ما تموت. وتوالت الاستقالات لمدراء عدد من الدوائر في ذيقار مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في المحافظة، إذ أعلن مدير دائرة الطرق والجسور عادل عبد الأمير تقديم طلب إعفائه من منصبه إلى محافظ ذيقار نظرا لقلة التخصيصات المالية وعدم قدرة الدائرة القيام بواجباتها في تقديم الخدمة لأبناء المحافظة برغم المناشدات العديدة. كما قدم مدير بلدية الناصرية قحطان عدنان استقالة مكتوبة بعد لقائه المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى المديرية. في هذه الأثناء تعرض تمثال السيد الحبوبي رمز ساحة الاعتصام في الناصرية إلى عملية تخريب بترت إحدى اليدين
فيما بدت الأخرى متضررة بشكل كبير، وتحول تمثال الحبوب إلى رمز الحراك الشعبي في مهد انتفاضة تشرين بمحافظة ذي قر، وكان شاهدا على عمليات الحرق والترويع وأطلاق الرصاص الذي خلف شهداء وجرحى. وتم تشييد تمثال السيد الحبوبي عام 1971، وأعطى ساحة الاعتصام المركزي رمزية تاريخية. يذكر أن العلامة محمد سعيد الحبوبي هو شاعر ورجل دين وقائد ثوري ضد الاحتلال الإنجليزي للعراق خلال الحرب العالمية الأولى، واستنكرت فعاليات ثقافية واجتماعية في العراق التخريب الذي طال أحد أهم الرموز العراقية، مطالبين بصيانة النصب التي كانت ولا تزال شاهدة على أهم الأحداث التاريخية في العراق. عن أحداث ذي قار ينضم إلينا الناشط من هناك أحمد الوشاح. أهلا بك أحمد. إلى الحصاد، إقالة ثلاثة مسؤولين في ذي قار بيوم واحد، حقيقة هناك خط يفصلنا بين الفوضى، اقتحام الدوائر، التخريب وبين الإصلاح. برأيكم من يرسم هذا الخط وضوابطه؟ تفضل. مساء الخير عليكم وعلى جمهور قناتكم الكريمة. بالبداية خلينا نتكلم عن الواقع، واقع محافظة ذي قار. محافظة ذي قار الرابع بالعدد سكان العراق، محافظة بيها 3 ملايين نسمة تعاني من أهمال كبير واضطهاد على مدار عشرات السنوات الحكومة السابقة، وهاي الحكومة نعاني من نقص مئات المدارس في المحافظة، نعاني من 20 أكثر من 20,000 وحدة عشوائية بالمحافظة، نعاني من نسبة فقر تجاوزت 60% من عدد سكان المحافظة. محافظة بها 3 ملايين نسمة تمتلك مستشفى واحدة آيلة للسقوط، من 95 خرجت عن الخدمة لحد هسه. المستشفى انه وضعها كلش تعبان. قبل 12 سنة اعطت حالة محافظة ذي قار مشروع مستشفى اللي هو مستشفى التركي الى شركة تركية لبناء مستشفى. كان مدة هذا المشروع 3 سنوات، لكن للأسف صار 12 سنة. قبل سنة كانت نسبة الإنجاز قبل سنة 95%. أنا واحد من الناس قبل عام نظمت وقفة احتجاجية مقابل المستشفى هاي. كان أكو نسبة بعدد السرطان انتشرت عندنا وصلت الآلاف، وصلت إلى 5,000. طالبنا بافتتاح هاي المستشفى لأن ما نملك مركز للأورام السرطانية. استمرت هذا الموضوع، والموضوع انه هو استفاده او فائده او ضغط من اصحاب المستشفيات الاهليه اللي هم اغلبهم مسؤولين او شركائهم مسؤولين انه ما يريد يوقفون شغل هاي المستشفيات. قبل 3 ايام اتصلوا شباب او ثوار ساحه الحبوبي بمدير صحه ذي قار وقالوا له بالحرف الواحد احنا راح ننظم وقفه ونطالب بافتتاح المستشفى. احنا راح نتوجه بعد يومين للمستشفى التركي ونريد من عندك تجي نقرا بيان ونط مده لفتح هاي المستشفى. توجهوا الشباب الساعه ب8 الصبح الوقفه احتجاجيه سلميه امام المستشفى التركي. اتصلوا مدير صحه ذي قار طالبوه انه يجي، الرجل رفض. بقوا من 8 الصبح لحد الساعة بال 12 الظهر بالشمس بدرجة الحرارة بانتشار فيروس كورونا والازدحام اللي كان. آخر شيء غلق التليفون. اضطروا الشباب بغضب توجهوا للدائرة الصحة ذي قار. ما حدث باحتراف موظفين دائرة الصحة ذي قار، ماكو أي تجاوز، ماكو أي اعتداء على 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 موظفين، فقط انه الشباب توجهوا الى مدير صحه ذي قار طالبوه بالاستقاله. نعم كانت اكو غضب، كان اكو بعض انه التصرف كهو دكتور ومدير صحه، مو مدير صحه، انه هو دكتور احتراما لشهادته، انه كان انفعال من بعض الشباب. لكن هذا الانفعال احنا خلينا ننظر له من زاويه اخرى. ذول الشباب صار لهم 8 اشهر نايمين بالخيم، ما اهمال كامل، وحتى لو اكو نقص وعي عند الشباب او عند بعض الثوره او اكو بعض السلبيات، احنا نطالب
المثقفين ونطالب الناس الشرفاء انه يقومون هاي الثوره، يوعون هاي الثوره. الشاب العراقي اليوم الثوره خارجه، اغلب اللي خارجين وماسكين الساحات نسبه كبيره هم من الطبقات الفقيره، الطبقات الفقيره اللي 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 اغلبهم او بعضهم ترك حتى دراسته من اجل انه يجيب قوت الاهل والعائلته، لان هم فقراء. فبالتالي اكو بيهم حتى ما يقرون يكتبون، انه اذا كان عدم وعي فالحكومه من تتحمل مسؤوليه هذا الملف. استمر موضوع انه اقاله المدراء الدوائر، انه من بدايه الثوره طالبوا شباب ذي قار وثوار ذي قار الابطال انه استقاله كافه مدراء الدوائر، لكن الاهمال والتسويف هذا مستمر. اليوم الشعب او ثوار ذي قار قالوا كلمتهم خلص، انه اليوم الشعب هي مصدر السلطات، الشعب هو نعم. صاحب القرار الاول باختيار الشخص او بإقالة يعني شخص انه ما يخدمه. اليوم المسؤولين وجدوا لخدمة الشباب لخدمة الشعب، مو وجدوا انه حتى يتعلى او حتى يسرق او حتى يدمر مؤسسات. اذا بهذه الحالة المؤسسات أحمد القدمية والقطاعات والمؤسسة التعليمية والمؤسسة نعم الصحية حولوها من مؤسسات قدمية تخدم المواطن العراقي الى مؤسسات، حولوها الى مؤسسات تكون بها مكاتب اقتصادية تمول ميليشياتهم واحزابهم. خلاص هذا الشيء كفى. اليوم الشعب بعد 17 سنة إلى كلمة إلى إرادة راح يفرضها على أي واحد. نعم وصلت الفكرة إن شاء الله بالسلمية نفرضها اليوم. هاي رسالة. ورسالة ثانية، اليوم اللي صار بذي قار، اليوم هو مدير عام على مستوى محافظة. ذي قار أجبرت المحافظة على الاستقالة، أجبرت نوابة على الاستقالة، أجبرت رؤساء الوحدات الإدارية والأقضية على الاستقالة، واليوم بلشت بالمدراء العامين. فإنه إذا ما يدركون هاي الثورة ويوجدوا له حلول سريعة وتحقيق المطالبها، فإنه القادم هو اللي وصل اليوم المدير دائرة وصل المحافظ، لا باكر عقبه يوصل للبرلمان ولبيوت البرلمان ونجبرهم على الاستقالة والوزراء نجبرهم على الاستقالة. إرادة شعبية إنه اليوم تفرض كلمتها وتفرض قوانينها وتفرض مطالبها، إنه مجبرين أمام الحكومة بتنفيذ مطالب الثورة. هاي واحدة. الشغلة الأخرى، اليوم عندي رسالة الشباب ثورتنا شباب ذي قار كافة المحافظات، أنه أتمنى يا شبابنا اليوم إحنا طالعين بثورة هي لبناء دولة حقيقية، لبناء مؤسسات، أنه تمالكوا أعصابكم. صح إحنا تعبنا، صح صار لنا 8 أشهر، صح إحنا طينا شهداء، صح اللي شفناه مو سهل، لكن خلونا نكون أكثر وعي، خلونا خلي لغة العقل، لغة الهدوء السلمية. خلاص أنت طالبة بالاستقالة بكل هدوء، ما يحتاج تعلي صوتك عليه، الحق وياك وكلمتك هي اللي راح تمشي. نعم شكرا لك الناشط من ذي قار أحمد الوشح. وزارة الصحة تعاقدت بعشرات الملايين من الدولارات والعقود بحبر على ورق عقودها يومية. هناك تعاقدات ولكن هذه تأخرت نتيجة حسب ما المعلومات اللي عندي، أنه هناك فتح الألصي مع المالية عن طريق البنوك، وهذه تعرقلة كبيرة بين الوزارة يعني ككيمادي وبين وزارة المالية. لا زال هناك روتين قاتل في الدولة العراقية الذي يعرقل كثير من الإجراءات. هل من المعقول هذا الانفلات يوصل؟ أي هيبة الدولة وين صارت؟ ذروة الوباء مستمرة في العراق، 15 وفاة وأكثر من 600 إصابة بالجائحة، وتحذيرات رسمية من انهيار النظام الصحي. البصرة هاي أم الخير، أم النفط، زين؟ يعني أم الذهب الكنوز اللي تطلع من جو القاع، هي أم الفقر، هي أم الجوع، هي أم الجياع. المحافظات تعيش التداعيات، الفقر يقصو على البصرة
وحدود الأنبار مغلقة إداريا ووليمة كركوك تصيب العشرة. زار وزير الدفاع العراقي جمعة ناد الخميس محافظة الأنبار لتوضيح ملابسات تصريحاته الأخيرة في برنامج أقصر الطرق التي قال فيها أن 80% من عناصر تنظيم داعش من المنطقة الغربية. واجتمع ناد مع القيادات العسكرية وشيوخ ووجهاء الأنبار بمضيف إمارة الدليم في مدينة الرمادي بحضور محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي ومسؤولي المحافظة ونوابها. وكانت تصريحات وزير الدفاع العراقي تفاعلت على نحو متسارع ولاقت رفضا واسعا من أبناء وعشائر المناطق الغربية الذين أكدوا على دور هذه العشائر في مقاومة التنظيم الإجرامي وظاهرة الإرهاب، في حين أصدر وزير الدفاع أكثر من توضيح قال فيه إن ما كان يقصده هو أن نسبة 80% من عناصر داعش كانوا يتمركزون في تلك المحافظات، وأن عشائر العربية الأصيلة هم من قاتلوا وتصدوا للإرهاب وأعطوا تضحيات ودماء غالية. وعلق رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة على نسبة 80% التي حددها وزير الدفاع جمعة ناد عندما قال إن الدواعش من المناطق الغربية. وقال أبو ريشة إنه في عام 2006 أعلنت الصحوة حربها على القاعدة واعتقلت أكثر من 2000 عنصر وقتلت الكثير منها، إلا أن أبناء الصحوة تفاجأوا في 2013 بهروب جميع المجرمين من سجون الحكومة العراقية حيث سكنوا الصحراء وتشكل تنظيم داعش الإرهابي، مما عزز القوة القتالية لهذا التنظيم بالنسبة التي ذكرها وزير الدفاع. حذر مواطنون في بغداد من تطور ظاهرة السكن العشوائي إلى أخرى أخطر تحت عنوان التشييد العشوائي، ذلك داخل مساحات مملوكة من الدولة. ويقول مستخدمو جراج النهضة في بغداد أن عمليات التخريب والتشييد من قبل متنفذين تتجاوز على عقارات حكومية، فيما تقول أمانة العاصمة أنها في منأى عن الملف. خطاب عادل يتابع. مشيدات وحفريات في جراجات بغداد الرئيسية، النهضة والعلاوي وغيرها تتعرض إلى تخريب لتصاميمها الأساسية واقتطاع أجزاء من أراضيها. تحذيرات يطلقها العاملون هنا من وجود شخصيات متنفذة تعمل وبالقوة بناء المشيدات على أراض حكومية. جراج النهضة يعني أنه مو صحيح أنه هذا اللي جاي يصير، هو يصرفت عليه الدولة العراقية، يجي متنفذ والله ما حد يقدر أنه يرده. همي هاي أموال شعب، هاي حقوق ناس، هاي شوهوا معالم بغداد، مو صحيح. المتنفذون يعني بدأوا يتجاوزون على الممتلكات العامة، فنقول يا الجهات الرقابية تابعي هذا الموضوع، ويعني نقول متى العراق يتخلص من الناس المتنفذة؟ يعني يجي يقول لك أنا تابع لفلان جهة ويقوم يحفر ويقوم يسوي كشك. عشرات التجاوزات في الكرخ وأضعاف العدد في مناطق الرصافة رصدتها الجهات القانونية في بلدية العاصمة التي تتحدث عن تنامي ظاهرة التشييد العشوائي وسيطرة جماعات متنفذة استغلت انشغال المؤسسات الرقابية بجائحة كورونا. التجأ بعض المواطنين ممن استغلوا هذه الفرصة ببناء التجاوزات واستغلال فترة الضعف الرقابي في التجاوزات على أملاك الدولة والتجاوزات على تصاميم أمانة بغداد وتصاميم العاصمة بغداد. ويقول عمال الجراجات أنهم تعرضوا لتهديدات صريحة في حال تدخلهم بهذه الأبنية والمحال العشوائية. بشرقي نيوز، خطاب عادل، بغداد. يقول خبراء في البصرة إن التداعيات الاقتصادية لإجراءات التعامل مع وباء كورونا ينذر بحراك شعبي أكبر جراء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ويطالب بصريون بصرف منح حكومية عاجلة لذوي الدخل المحدود وإنقاذ من فقد مصدر الدخل الوحيد. أيمن الشيخ يتابع. انهيار القطاع الخاص وتسريح العمالة في المؤسسات النفطية وغيرها في البصرة أزم الوضع المعاشي في ظل وباء كورونا،
مواطنون يحذرون من ثورة الجياع التي باتت وشيكة مع عجز الحكومة عن وضع الحلول قبل نفاد صبر أهالي عاصمة العراق الاقتصادية. زادوا البطالة، زادوا العالم ظلت متسولة بالشوارع من سبب هاي الأزمة بالنسبة للكورونا. ايش يقولون؟ بس هي مو أزمة كورونا، هم بالنسبة كناس حرامية، ناس بيناتها مرتشية. البصرة هاي أم الخير، أم النفط، زين؟ يعني أم الذهب، الذهب اللي الكنوز اللي تطلع من جو القاع، هي أم الفقر، هي أم الجوع، هي أم الجياع، ثورة الجياع، ثورة المقادية، زين؟ قسم بذات الله راح تصير ثورة، زين؟ ما حد يطفيها. وتصاعد مؤشر الفقر في البصرة إلى 30%، وبطالة تزيد عن 40%، وفقا لاقتصاديين قالوا إن الانهيار الاقتصادي بات وشيكا تتراوح ما بين 25 إلى 40%، يعني من إجمالي عدد السكان، أو إذا أخذناها على مستوى فئة الشباب المؤهلين للعمل، يعني النسبة في تزايد بسبب عدم وجود برامج اجتماعية كما ذكرت، وبسبب أزمة فيروس كورونا والتخصيصات المالية للمشاريع وتأخر الموازنة. هذه كلها عوامل يعني سلبية أثرت في التخفيف من حدة البطالة والفقراء في مدينة البصرة. ويأمل البصريون أن تسارع الحكومة في احتواء الأزمة الصحية والاقتصادية في مدينة النفط والموانئ التي عبرها ستكون جميع المحافظات مزدهرة من عطاء ثرواتها. من البصرة، أيمن الشيخ، الشرقية نيوز. انتهى هذا الحصاد، شكرا لكل من تابعنا وإلى اللقاء. إلى اللقاء.